لا أرغب في شيء إلا بوجود أمي بجانبي. كإنسان أقول فلتعد لي أمي من قبرها وأسلم وأعطيكم كل ما للدنيا. لا أرغب في شيء إلا بوجود أمي بجانبي. حقا قد قررت التدخل في ملف السيدة سعاد بعد ما اتصلوا بي مجموعة من الإخوان وطلبوا مني باش نشوف واحد المقطع من الفيديو خرجت به تناشد فيه السلطات للتدخل لفائدتها فيما يتعلق بشكاية قيل أنها تمت في حقها من طرف ابنتها يسرى. وقررت في الحين أن أؤازرها على اعتبار أنني سوف أؤازر ليس هذه المرة طرفا ما، بينما أؤازر الأم في حد ذاتها لما تمثله من رمز، لأن الأم هي شيء عظيم، شيء لا يمكن أن يتخيل قيمته إلا من فقدها. ولهذا السبب سوف تلاحظون أن الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم قال الأم ثم الأم ثم الأم بعد عجل الأب، فالأم شيء عظيم. هذا نداء أوجه إلى كل الناس أن من له أم بالحياة أن يتشبث بها وأن يتعامل معها بحسن. نحن سوف نؤازر السيدة سعاد إذا ما كانت هناك شكاية في بطبيعة الحال. كذلك كما تعلمون أن سعاد هي موكلة للأستاذة والزميلة المحترمة السيدة الأستاذة الرقالي، وبالتالي أنا أعلنت الدفاع والمؤازرة في حالة ما بطبيعة الحال إذا كانت هناك شكاية، وكذلك إذا أذنت لي الزميلة بالنيابة إلى جانبها.